اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع معالي السيد سايمون كوفيني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في أيرلندا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال الاجتماع نوه معالي وزير الخارجية بما يشهده مسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وأيرلندا من تقدم على مختلف الأصعدة، ما يعكس الإرادة المشتركة في المضي بتلك العلاقات لمستويات أرحب، مؤكدا حرص مملكة البحرين على استثمار كافة الفرص المتاحة في توسيع آفاق التعاون المشترك بما يدعم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب معالي السيد سايمون كوفيني عن اعتزاز أيرلندا بالعلاقات المتميزة التي تربطها بمملكة البحرين، متمنيا لمملكة البحرين دوام الرخاء والاستقرار. وخلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع معالي السيد جون سيلك وزير الخارجية والتجارة بجمهورية جزر مارشال، جرى بحث عدد من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض السبل الكفيلة لتنميتها والارتقاء بها في ظل رغبة البلدين لتنمية التعاون المشترك بما يعود بالنفع على شعبيهما. كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد نيكوس خريستودوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص. وقد عبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن ارتياحه لما تحققه علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص من تطور في ظل الحرص المشترك على تطوير مجالات التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يعود بالخير والنفع على شعبي البلدين الصديقين. من جانبه نوه معالي السيد نيكوس خريستودوليدس بالمكانة المتميزة التي وصلت إليها مملكة البحرين، مؤكدا أن جمهورية قبرص تولي تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين اهتماما كبيرا، متمنيا لمملكة البحرين كل الرقي والازدهار. وعلى هامش اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد إلمار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، حيث أشاد معالي وزير الخارجية بعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين وحرصهما على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التواصل بين البلدين واستمرار التنسيق المشترك بينهما إزاء مختلف القضايا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد معالي السيد إلمار محمد ياروف اعتزاز جمهورية أذربيجان بما يجمعها من علاقات صداقة مع مملكة البحرين وحرصها على الارتقاء بكل أوجه التعاون المشترك، متمنيا لمملكة البحرين التقدم والازدهار.